سمح لك يعني اخيرا المجلس الوطني لرابطه النقابات المتحده يعني عقد لقاء سنويا، اعطينا الخلاصه ديال هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اولا اشكر من هذا المنبر بصفتي امين عام لرابطه النقابات المتحده، اشكر القناه ديالكم كينيترا 36 على هذه الالتفاته وعلى هذه المواكبه اللي كتواكبها دائما الفاعلين النقابيين او السياسيين والجمعويين بالمدينه القنيطره. بالنسبه للمجلس الوطني فالمركزيه النقابيه انعقد يوم السبت 30 يونيو 2018 بمقر الغرفه الفلاحيه لجهه الرباط سنة القنيطره. كانت التوصيات ديالو جاء في بالنسبه كانت كلمه القطاعات، جميع القطاعات اللي هي منضويه تحت لواء رابطه النقابات المتحده، قطاع ديال التعليم، قطاع الصحه، قطاع الفلاحه، قطاع ديال الفنون الثقافيه، ثم بعض الجامعات كالسككيين و اللي هما في طور تاسيس الجامعات المحليه والنقل. بعض كلمات القطاع الخاص، حتى هما جات كلمات القطاع الخاص للشركات اللي هي حاليا القنيطره ما بقاتش منطقه غير فلاحيه ولا ولات منطقه صناعيه بامتياز، بما القطب الصناعي دابا اللي ولا ديال ولاد بورحمه والمناطق اللي هي كدور في الاحواز ديال القنيطره. دونك القنيطره صناعيا فهي مدينه اللي ولات كتمتاز بهذه الصفه حتى هي ديال الصناعه. خرجنا بالتوصيات اللي كان فيها تغيير بعض البنود القانون الأساسي، تطعيم المجلس الوطني والمكتب التنفيذي بحكم أننا عدنا نغيروا فيه واحد ستة ديال الإخوان، وزدنا الإضافة أننا وصلنا لتسعود الإخوان غادي نوليو في القانون الجديد اللي ولات عندنا الصلاحية أننا نطعموا من الجمع بين الجمعين، نطعموا بعض الإخوان في حالة ما إلا شناهم فيهم كفاءة أنهم يدخلوا يمكن يلتحقوا بالنقابة بالمركزية نقدروا نمشينا حتى لتسعود على ما يوصل الجمع العام بالمؤتمر ديك الساعه، يمكن للاخوان ديك الساعه كيترشحوا كاملين. وخرجنا ببيان اللي هو دراسي اللي حول الوضعيه الاليه اللي كاينه في المغرب، ما يعيشه المغرب من وضعيه اقتصاديه، وضعيه ثقافيه، وضعيه اللي هي هذا الاحتقان الذي نعيشه خصوصا في حراك الريف وجراده وهذه المسيرات والوقفات اللي هي متضامنيه مع جميع الاخوان ديالنا في الريف. فكان لنا رؤيه فيها وكان واحد البيان خرجنا به بيان ختامي، بيان تضامني مع الاخوان الحراك الريف، ولينا بالدلول ديالنا بحكم اننا نقابه مواطنه كتهتم بالشان المغربي كيف ما بغى يكون المغاربه جميعا والاطياف كلها، كيخصنا نكونوا حتى حنا نعطيو الدلول ديالنا، لان الدوله كيف ما بغينا نكونوا هي من مجموعه مكونات من بينها المكونات ممكن النقابيه، نعطيو حتى حنا الراي ديالنا باش يكون ربما يكون الراي الصائب ما كنعرفوش عد من. فهنا كانت الرؤيه اللي عطينا حطيناها في بالنسبه للسلطه وبالنسبه لجميع المنابر الاعلاميه. الى غنتكلموا على الريف صراحه الرؤيه ديالتنا كانت من منظور اللي هو شامل، ما غنطعنوش في القضاء لان القضاء هو مستقل كما استمعنا للاخوان دابا مؤخرا العبد النبوي رئيس النيابه العامه في المداخلات ديالو، كنشوفوا حنا لا نشك في قضاء في القضاء ديال المغربي سواء كان ما هك هناك هفوات، ما غاديش نقولوا ما كاينش هفوات، ولكن في المجمل ديالو كاين هناك مسار صحيح اللي كيمشي فيه القضاء المغربي، ولكن المشكل ماشي في القضاء، المشكل في كيفاش توصلنا للقضاء، شكون اللي وصلنا للقضاء. فنرجعوا الا كان هناك تشخيص للمشكل الاساسي اللي وقع في الريف فخصنا نرجعوا من جدر ونشوفوا. هناك الناس اللي كان وصلنا في التسعينات المصالحه الوطنيه، في المصالحه مع ابناء ديالنا، فحنا كنا ابناء ديال هذا الشعب، كنا وطن، كنا مغاربه وكنا غيورين على هذه البلاد وكلنا بغينا الخير لهذه البلاد. لا يعقل ان واحد الفئه توصل تولي كتلعب بالملايين، وواحد الفئه ما لقاش حتى 10 دراهم باش يعيش، هذا ما كنبغيوش لنا. وحنا خصوصا دابا العالم ولا في جميع الايدي ديال البلاد، ما كيشد يديه في التليفون
التليفون ديالو كيتفرج في العالم كامل. ف اي هفوه درناها في البلاد ديالنا ولا غادي نكونوا مضحكه ومهزله للعالم باسرع انه يشوف 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 داكشي اللي كنديروا. ملي كنشوفوا حنا بعض المواقف بعض النساء اللي كيولدوا في لي كولوار ولا اللي كيولدوا في الزنقه ولا واحد الوليد صغير في كرسي ودير ليه السيروم، هذه اشياء اللي ما غنتكلموش حنا عليها لان صعيب باش نقولوا اننا غادي بالبلاد رحنا غادي في الاتجاه الصحيح 100%، وحنا مازال عندنا هاد الهفوات كتوقع في بعض المستشفيات، كتوقع في 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 القطعة الفلاحة، كتوقع في الصيد البحري، كتوقع في القطاعات اللي هي مثلا نعطيك القطب الصناعي دابا اللي كانت اللي هو كيعيشوا دابا بعض الشابات. داكشي الواقع الواقع اللي كاين تما واقع مر واقع مر. ما يمكنش اننا غادي نتمو حنا بغينا نبنيو البلاد ديالنا ونجيبوا اربعه خمسه د البنات يتجمعوا يتجمعوا باش يكريو بيت، هما خدامين في شركه الكابلاج كيديروا 2000 ولا حتى السميكه ما كيوصلولوش اللي هو 3000 درهم ولا شحال ما كيوصلوليش، باش يتجمعوا مساكن باش يكريو باش يسكنوا باش يعيشوا اربعه خمسه د البنات. وقتاش غادي يتزوجوا؟ وقتاش غادي يولدوا؟ وقتاش غادي يديروا ديورهم؟ وقتاش هذه بالنسبه للبنات. انا نتكلموا في الشق الثاني اللي هو الذكوري. هذا الذكوري هذا عنده بعد الاعاقه الاولى ديالته هي انه ما خدام ما قابلينوش كاع في الخدمه، باغيين غير البنات. الشركات مستثمرين كيجي كيقول لك انا بغيت البنت لان البنت كتخدم ليا، البنت كتعطيني، البنت اللي حطيتها في بلاصتها كتخدم، شيء طبيعي هذا. الدري مره اللي طري زاجيتي الجانب الذكوري كيتحرك بزاف، ما غاديش يبغي يخدم، مره يبغي يخرج، مره يبغي يدخل، دونك ما كيعطينيش في الروندمون اكثر من البنت. من حقه كمستثمر، ولكن حنا من حقنا كدوله غنعطيك انا هذا لهذا القطب الصناعي، نعطيك الارض فابور، ونعطيك ولا بثمن هو رمزي، ونعطيك الامتيازات، تعفى من بعض الضرائب وتعفى من شي حوايج اللي هما سميتو العقل، غادي تعطيني واحد الكوطا ديال 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 الوليدات تا هما يخدموا، لان تا ذاك الولد خاصو يخدم، خصنا نخمموا ليه فين غادي يمشي. احنا ولينا كنشوفوا دابا واحد الهيئه باش هذا المشكل اللي ولا دابا ديال الكرياساج وديال ديال سميتو كثرت. منين جات هذه الجريمه؟ ماشي 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 ماشي, ماشي ثقافتنا المغربيه هذه، ما عمر كان المغرب فيه الاجرام، عمرو كان سميتو المغربي كان واحد الكائن بشري اللي هو ما ماشي 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 غير معطاء، اكثر من معطاء، اكثر من معطاء لبعض، لانه كيتعامل مع جميع الاطياف العالميه وكيعطي واحد القلب ديالو اللي هو صادق وكيبغي بنادم، كيبغي البراني وكيبغي كلشي كيحبو. فكيفاش ولينا دابا كنشوفوا المغربي خارج حدا اختو وبغي يجريسيها؟ انا كان واحد لي النكته، واحد كيجريسي خرج لقى اختو في الزنقه، بغى قال لها جبد عليها الجنوي، هذه كان داك كدور في المواقع الاجتماعيه كنكته ولكن راها واقعه مع الاسف، راها واقعه كنعيشوا. خرج قال لها اري بورتابل اعطيني، قالت له انا اختك، قال لها اختي في الدار ولكن هنا كلي انا. دونك هنا وصلنا لهذا الواقع الموقع هنا. بقاو استعملت في العمل النقابي يعني اخيرا فجرت واحد القنبله بالنسبه لشركه يازاكي، المرحوم عزيز اللي كان توفى والاصدقاء ديالو يعني العمال الاصدقاء ديالو كانوا تبرعوا بواحد يومين من الاجر، هذا فين وصلت هذه القضيه السي؟ والحمد لله ربي سبحانه وتعالى نصف هذيك السيده، هذا من بين النقاط الإيجابية للنقابة والعمل النقابي. الحمد لله هذيك السيدة تشرات لها الدار، خدات الدار ديالها وحاليا راها انتقلت، حنا كنتسناو غير تستقر مزيان باش نمشيو نديرو لها زيارة في سبيل الله. ومهم الله يجعل كل شيء في الميزان المقبول، لأن الشركة كان عندنا اتصال مع المدير ديال الشركة عن طريق السيد الباشا اللي كان سابقا سي بكاي، وجلسنا معاه قال لك الفلوس راه موجوده، قلنا له الفلوس موجوده لا يعقل ان تسنى عام، لان الفلوس تجمعت في رمضان بالضبط في جويي ديال 2017، وحنا ما تشرات لها الدار حتى حنا كنغوتوا ما كانت نسات كانت مشات على الاطلاع بالملف كامل. عاد جمعوا ودروا جمعوا الفلوس ولا شنو داروا، المهم مشاو شراوا لها الدار وعطاوها الدار ديالتها تسلماتها. الحمد لله هذه بادره طيبه اللي درناها لديك المراه، ربي سبحانه وتعالى بغاها باش ما تضيعش في ذاك الرزيق ديالها، وخصوصا اننا ملي مشينا طلينا الحال ديالها انسانه اللي هي تعيش واحد الاوضاع اللي هي مزريه، لا على الصعيد المادي ولا على الصعيد حتى المعنوي، لانه عندها جوج الوليدات حمقين من غيرهم اللي خلاو ليها، اللي كان شويه فيه الضو مات
وذاك الجوج اللي بقاو عندها كلشي حمقين. دونك مرا كبيره مسنه وندوا لها فلوسها لا حول ولا قوه الا بالله ولا